مرحبا بكم، شكرا على المجهود اللي كان سدار ايتما تنون ايمازيغ. اولا نشكر اعضاء الجمعيه نتامونت للثقافه والاعمال الاجتماعيه على المجهود اللي كان باش الخيرات اين شحيفو الكسغي كتنسيني ايمازيغ غير نكراتسي. نشكر الله كله يعاون اللي غير تعاوننا غير تشاركنا الخيرات في الثقافه الامازيغيه. بالنسبة لينا حنا فرحانين بزاف وكنشكركم جميعا، شكرا. هذا من جهة، من جهة أخرى يتأكد من الوصل من خلال تجديد الثقافة الأمازيغية الارتباط بالزراعة خصوصا الارتباط بالأرض. نؤكد هنا أن الاختلاف في الاحتفال بين أمازيغ شمال إفريقيا، فهناك بعض الأمازيغ يحتفلون في 12 من يناير وبعض الأمازيغ يحتفلون في 13 من يناير، أو كما قال السيد المستشار على أن هذا التقويم أمازيغي تجاوز 29 قرنا. اولا كنشكروا الحضور، كنشكروا هاد الناس اللي جاوا يدعمونا، كنشكروهم بزاف. باسم جمعيه تامونت للثقافه والاعمال الاجتماعيه كنشكروا هاد الناس اللي كيدعمونا، ان حنايا كنديروا الثقافه الامازيغيه مغربيه بامتياز. وبالنسبه لراس السنه الامازيغيه هي 1972 ياك، وبالنسبه لينا حنايا كنتمنوا ان شاء الله هذه الجمعيه تكون غاديه باش كدير واحد التوثيق باش كتلاقي هاد الناس باش كنتشوفوا باش كنتعرفوا كيعرفوا بالثقافه الامازيغيه والتراث ديالها. وبالنسبه لينا حنايا كان عندنا الناس اللي كيدعمونا محسنين، وهذا حنا بالنسبه لجمعيه تامونت ماشي في الاختصاص ديالها غير الثقافه الامازيغيه، وانما حتى الاعمال الاجتماعيه بحال المدارس بحال هذا ملي كنجمعوا شي حاجه ولا كنديروا شي هذا كنقوموا بالترميم، ترميم المدارس كاين شي مدرسه ولا هذا، هذا هو اللي كاين. وكنشكركم على الحضور، شكرا. اولا سنه جديده امازيغيه لكل المغاربه عامه ولكل امازيغ خاصه. كنقدم واحد التحيه والشكر والاحترام لكل حاضرين في هذا الحفل، وكذلك المنظمين خاصه جمعيه تامونت للثقافه والاعمال الاجتماعيه. الحمد لله كما كتشوفوا اليوم كان واحد التنظيم في اعلى مستوى، تنظيم مميز وحضور لا باس به رغم الظروف التي يعيشها البلاد جائحه كورونا. الحمد لله اليوم جينا هنا باش نحتفلوا بالسنه الامازيغيه الجديده لاحياء التراث الوطني والافتخار بالهويه الامازيغيه كذلك. مساء الخير، شهيد محمد، باحث في السوسيولوجيا والانثروبولوجيا في جامعه شعيب الدكالي. اليوم تستضيفنا جمعيه تامونت للاعمال الاجتماعيه والثقافيه
جئنا اليوم لنؤكد الحضور ولنعبر عن مدى اعتزازنا وافتخارنا يعني بوصل الحاضر بالماضي من خلال الاحتفال برأس سنة أو ما يسمى بإيد النظر. فكما لاحظتم وكما عينتم معنا منذ بداية اللقاء فالحفل هو غني، وهو غني كذلك بالدلالات الثقافية وبالرموز الهوية المغربية. فما يسعنا إلا أن نؤكد على ارتباطنا بثقافتنا الأمازيغية، ونؤكد على جدية هذه المبادرات، ومتمنياتنا لجميع المبادرات الشبابية والمدنية الطموحة داخل هذا التراب العزيز على قلوبنا. والسلام عليكم. السلام عليكم. محمد بن ددة، مستشار بالجمعية إمازيغن. أول حاجة بعدا مرحبا بكم انتم عندنا، مرحبا قناة شوقة عندنا. هذا شرف كبير أنها جات تعطي هذا الحدث هذا، وكنشكروها باسم الجمعية وباسم الأمازيغ دكولا، كنشكروها الجميع. اليوم هذا واحد النهار كبير هذا اللي استطعنا أنه نجمعوا إمازيغن ديال الجديدة هنايا، مرحبا بهم عندنا. وكما كتعرفوا انه السنه الامازيغيه كتجي في 13 يناير، وانما نظرا لبعض الظروف وبعض الاحداث اللي مرت اجلناها. كما كتعرفوا كان كاس افريقيا وكان الحدث ديال الريان الله يرحمه بعدا. بالمناسبه كنقدموا تعازي للمغاربه كاملين والعرب والعالم كامل في هذا الولد هذا. هذا الشيء اللي خلانا ناجلوه، والحمد لله جا في وقت نيت، وراكم كتشوفوا واحد الاقبال كبير، عفوا كتشوفوا واحد الاقبال كبير عند الامازيغ. نتمنوا، وهذا ما نتمنوا، يعني بغينا نوحدوا الكلمه ديال الناس اللي كاينين هنايا، بغينا يتجمعوا، بغينا نديروا صله الرحم. هذا هو الهدف الاسمى ديال هذا اللقاء، هذا هو الا وهو واحد صله الرحم. ونتمنوا ان تكون الترسيم ديال السنه الامازيغيه يكون يوم وطني ويوم عيد وطني ان شاء الله، ولما لا مرحبا بكم عندنا. السلام عليكم. الى ديون هشام الرئيس الفرقه وحواشي مجاد، نشكد غساد مدينه الجديده للجمعيه انت مونت. تبارك الله مازي فولكين وفات النظام تبارك الله. رانا نشكر حتى الصحافه اللي تكونوا حاضرين، رانا نشكر مدنا اشواق، رانا نتني تاني ميرت نور غالحضور حتى كوني غالمدينه الجديده. غسد تبارك الله يفولكي مياز السنه الامازيغيه 1972. رانا نتني مازيغ نقولوا اسكواس ماينو تاني ميرت نور البهراء اسكواس يغودان، رانا نتني يمازيغين داغلا نتني اسكواس مباركي تبارك الله. نفاد المدينه الجديده، نفاد مدن تبارك الله الحضور الى غير المستوى الميز تبارك الله كلشي فولكي. ارنتني مازيغني انا عندنا اسكواسان باركي سان ميرت نون بهلا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.